هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل أشواط هذه الفترة الصباحية، لازلنا متواصلين من موقع ميدان سباق الهجن بالمرموم تحفت الميادين، أشواط الأثارة، أشواط الحماس، أشواط الحقائق وسن الصغار تتواجد في هذه الفئة. الشوط الخامس عشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم تعلن فيه الانطلاقة عن هذه الأسماء، عن هذه الشعارات الخاص بالإبكار الحقائق. نسير مباشرة مع المراكز الأولى، تتقدم هملولة المشاركات، عبد الواحد بالخزع بالعثة، العامري تسيطر على مقدمة الشوط، تليها بالمركز الثاني وهاجة، محمد بن سالم بن دري الفلاحي يقدم وهاجة مع هذا الاسم واسم وهاجة راعية الإنجازات والتحديات. المركز الثالث، ثالث المراكز من الجانب الآخر، أشوف الجانب الآخر ونتعرف عليها وعلى رقمها، دخول في هذه اللحظات. شوف شوف هذا الأداء، هذه مراسيل محمد بن راشد بن سعيد بن حمود الاكتبي، وهناك التدخل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء. هناك الشايبة سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري تدخلت ووصلت في هذه اللحظات. مسير سعيد بن سلطان بن مرخان الاكتبي تتدخل بينما وصلت في هذه اللحظات. يقين عبد الله بن راشد بن محمد الغفلي في هذا الانطلاق وصلت في هذه اللحظات وتقدمت، تقدمت مشعلة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصور منصوري تتدخل، أو حمدان بن محمد بن درويش المنصوري، حمدان بن محمد بن درويش المنصوري المركز السادس، سادس المراكز. شوف الوصول من نجوى لعيلان بن حميد بن واس الاكتبي، والمركز الثامن وصلت في المركز الثامن هذه العامر بن راشد بن مسلم العمري اللي اسمها السناد. المركز التاسع من الجانب الآخر تدخلت هذه الزعفرانة لسعيد بن سليم أو سعيد بن سليم بسويدان العويسي، والمركز العاشر وصلت في المركز العاشر أمجاد لمطر بن غانم بن مسفر المنصوري. هكذا العشر المراكز الأولى، هكذا هذه التحديات الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل. راحت وهاجة الله يا بن دري مع هذا الاسم، مع اسم وهاجة تسيطر. محمد بن سالم بن دري الفلاحي أحد شبابنا، أيام جميلة وأيام حققت فيها وهاجة، وهذا مع بن دري الكثير من الإنجازات. شوف التدخل في هذه اللحظات، وصلت زعفرانة سعيد بن سليم بن سويدان العويسي، وبن عويضان غادم، بن عويضان غادم مشاهدينا متابعينا الكرام. الله يا الشايبة سالم بن محمد بن عويضان العامري، شوف هناك الصعب صعب، تدخل من هذه اللحظات. مسير سعيد بن سلطان بن مرخان، الشعار الصعب من الجانب الآخر، الموقف حساس ووهاجة مشاهدينا الأعزاء. وكذلك تتواجد سالم بن سهيل أو سالم بن محمد بن عويضان الشايبة ووهاجة، ودخول بندقاش تدخل بندقاش، ولكن لا زالت الشايبة مشاهدين الأعزاء. سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وهناك بندقاش من الجانب الآخر، الشاهينية مع بندقاش بدأت تتسلل من عمق الميدان في هذا المسار وهذا التحدي الشيق. غير بندقاش إلى مقدمة الشوط، مهمة محمد بن دقاش بن محمد العامري. شوف الوصول والأمتار الأخيرة الشايبة أخذت المركز الأول، تعود ملكية لسالم بسهيل بن عويضان العامري. المركز الثاني اللي هي مهمة محمد بن دقاش بن محمد العامري، والمركز الثالث وصلت فيه اليافل لسيف بن مسفر بن راشد النعيمي في الأمتار الأخيرة في هذا.
المركز الخامس عندك يا بالعود. هكذا كان هذا الوصول وهذا الدخول الجماعي بكثافة على خط النهاية. ولكن بنعود وبنشوف بن عويضان وبن دقاش كان التنافس على الشدة صراحة على شدة. هذه شايبة لسالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز. وبترك ذلك للجنة خط النهاية, بترك ذلك ما بين بن دقاش. هكذا بعد التأكد من اللجنة المنظمة الشايبة لسالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري فازت بالمركز الأول. بنشوف توقيتها الزمني يا مخرجنا لأن كان الدخول فوتو فنش في الأمتار الأخيرة. توقيتها الزمني 4 دقائق. بنشوف بناخذ المركز الأول. تهانينا لسالم بن سهيل بن عويضان العامري, شكرا يا مخرجنا على هذه المتابعة. نعود إلى التوقيت الزمني وهذه اللي هي كانت مهمة وكانت الشايبة, تمكنت الشايبة من الفوز بعد تحكيم اللجنة المنظمة سالم بسيل بن عويضان العامري. توقيت الزمني 4 دقائق و37 ثانية وجزء واحد من الثانية. أيضا وصلت هناك مهمة محمد بن دقاش بن محمد العامري في توقيت زمني نفس التوقيت 4 دقائق 37 ثانية وجزء واحد من الثانية. بينما المركز الثالث من تدخلت اليوم في الامتار الاخير سيف بن مسور بن راشد العميمي. بنشوف توقيت المركز الثالث على شاشة التلفزيون. هذه الثالثة 4 دقائق و37 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز.